متنا من الجوع، مفيش مية ومفيش أكل، حتى على في الحيوانات اللي كنا بناكله ما بقاش موجود، ما كلناش غير وجبة واحدة من 4 أيام، بناكل على في الحيوانات وكمان ورق الشجر علشان نخفف من جوع أطفالنا. الكلمات دي وغيرها جزء بسيط من شهادات مأساوية لأهالينا في غزة المنكوبة، شهادات ولدت من رحم المجاعة الحادة خاصة في شمال غزة، واللي تجاوزت كل مراحل المنطق ولا منطق اللي بيقوم بيها العدو الغاشم المحتل في غزة من يوم 7 أكتوبر والحد النهاردة. الأهالي في شمال غزة بيعانوا من الإعياء الشديد، الأكل قليل والمية ملوثة ده لو موجودة، حتى الأطفال الصغيرة ما بقاش في مقدرهم إنهم يعيطوا من كتر الجوع لأن معدتهم فاضية من أيام طويلة. التحذيرات الأممية والدولية زادت مؤخرا في شمال غزة اللي بيموت من الجوع، مناشدات واستغاثات كتيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبتعتبر النداء الأخير علشان ينقذوا 500,000 فلسطيني لسه متمسكين بأراضيهم في شمال القطاع وبيتقاسموا المجاعة الشديدة اللي بتفتك بأرواحهم في صمت. الأهالي في شمال غزة محرومين من الحصول على المساعدات، واللي بينجو من القصف ما بيقدرش ينجو من الجوع والعطش، وممكن يعيشوا أيام كاملة بدون تناول طعام. الظروف الصعبة ممكن تجبر الكبار إنهم يتحملوا الجوع بس علشان أطفالهم يحصلوا على فتات الطعام، ومن أسابيع اضطر سكان غزة وتحديدا في الشمال إنهم يطحنوا على في الحيوانات علشان ياخدوا الدقيق اللازم لإعداد الخبز، وكمان علشان يضمنوا بقائهم على قيد الحياة. لكن يبدو إن كل شيء في غزة خلص، مفيش علف ومفيش مية، وفي الوقت نفسه مفيش طريقة إلا بوقف الحرب وإيصال المساعدات ليهم فورا. ومع تزايد المستويات الكارثية لانعدام الأمن الغذائي الحاد في كل حتة في قطاع غزة، بيزداد خطر الوفيات الناجمة عن الجوع ده وفقا للأمم المتحدة. وكالة أونروا ذكرت أن النقص الخطير في الأغذية أدى لارتفاع كبير في معدل وفيات الرضع في شمال القطاع، وأن 1 من كل 6 أطفال تحت 3 سنين ضحية لسوء التغذية الحاد. المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني كشف أن آخر مرة تمكنت فيها الوكالة من إيصال المساعدات الغذائية لشمال غزة كانت في 23 يناير الماضي، والدعوات المتكررة لإرسال المساعدات لشمال القطاع تم رفضها جميعا، واعتبر أنه لسه في وقت علشان يتجنبوا المجاعة لو توفرت إرادة سياسية حقيقية لإتاحة وصول مساعدات كبيرة وكمان تأمينها. ورغم النداءات الدولية لكن احنا قدام عدو محتل غاشم وكمان حرب وحشية.